سابونا بريدج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في هنا على نهر شبل في جوهر، وطبعا احنا شايفين هنا المشكلة الأساسية اللي موجودة عندنا، اللي هي الكتل بتاعت الشجر دي، الأشجار اللي موجودة وكسرت البوابة هنا. هنا كان في بوابة عشان تمنع الماء منها تيجي، وفي كل البوابات اتكسرت، وكل اللي هي المصاعد اللي بتطلعها اتكسرت. في ادي واحدة مكسورة، وهناك واحدة مكسورة، وادي واحدة مكسورة هنا، وهنا كمان في واحدة مكسورة، كلهم مكسورين هنا. هو شايفين كل الحاجات دي كلها مكسورة، كل البوابات مكسورة. فهنا المشكلة مشكلتين: مشكلة ازاحة كل هذه الاشجار من مجرى النهر، هو نهر شبل، والمشكلة الثانية هنا وضع بوابات جديدة وانظمة جديدة علشان تنظم سير المياه. لان نشوف المياه ماشية، لما بتحصل امطار كثيرة الارض كلها بتتغرق بالفيضانات، زي ما احنا شايفين في الناحية اللي هناك دي فيضانات، دي فلادنج الناحية الثانية. فده شيء بسيط جدا ممكن يتعمل علشان ينظم اللي هو خروج المياه من البوابات دي، عشان يوزعها على القنوات والأفرع بتاعت النهر ده. وهنا جزاكم الله خير، ودي شيء بسيط جدا ممكن نحيي بيه او ننظم بيه المياه اللي بتخرج من نهر شبل للقرى المجاوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.